السلام عليكم. User experience، تجربة المستخدم، كل ما يجب معرفته، من أين نبدأ، بماذا نبدأ، وخاصة سؤال مهم، لماذا الـ UX، لماذا تجربة المستخدم. كل هذا وأكثر قريبا إن شاء الله في دورة مجانية على اليوتيوب، أعلمكم بتفاصيل القناة قريبا إن شاء الله. كل استفساراتكم، تساؤلاتكم، إما في التعليقات أو ترسلونها على الخاص، مرحب بها، ما في مشكل. فقط يعني أرجو أن نكون الكلام في الميدان، في ميدان الـ UX. ننتظر تشجيعكم، ننتظر نصائحكم، ننتظر نقدكم، نقد بناء طبعا. وفي انتظار هذا إن شاء الله، في انتظار رسالة القناة، معكم مروان من تونس. شكرا والسلام عليكم.